السلام عليكم أحبائي الكرام، وإلى كل محبي القصص المرعبة. قصتنا اليوم غاية في الرعب، وهي جن المقابر، وهي قصة حقيقية تحكى على لسان أحد الرجال، كما أننا نعتقد أو معظمنا يعتقد في وجود الجن من حوله، ولا أحد ينكر ذلك، كما أن القرآن الكريم قد أكد وجوده بالبرهان والدليل، ولكننا لا نراه لأن أعيننا لا تدركه لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ونعود إلى قصتنا المرعبة اليوم، وتحكى على لسان رجل قد اعتاد أن يجلس مع أحد جيرانه وهو صديقه، وكان يتجاذبا أطراف الحديث يوميا، وبعد الانتهاء قد استأذن جاره منه وقال له أنه سوف يذهب إلى زيارة زوجته المتوفية في المقابر، وقاد الليل على وشوك الدخول. فقال له الرجل: لا تذهب للزيارة في المقابر أثناء الليل. فقال له صاحبه: لماذا؟ فقال له: لقد حدثت لي أشياء مرعبة منذ عدة أعوام. وبدأ الرجل يحكي، فيقول له: أنني قد كان لي ابن أحبه، وكان ابن وحيد لي، وقد توفاه الله، فكنت أذهب يوميا إلى المقابر في أثناء الليل، أبكي على قبره وأتحدث معه، ولكن في أحد الأيام قد غفوت وقد نمت بجواره بعد بكاء الشديد دون أن أدري، وقد سمعت صوتا يناديني: كفاك يا رجل البكاء، فقد أزعجتنا وأتعبتنا وأتعبت ابنك. فحينما صحى من غفوته وتلفت حوله لم يرى أحد، فاعتقد أنه كان حلم ولم ينظر إلى ذلك، وعاد مرة تلو الأخرى ليذهب إلى المقابر يوميا كما اعتاد، ولكن هذه المرة سمع الصوت مرة أخرى يقول له: يا رجل، أتعبتنا وأتعبت ابنك، لا تبكي، لا تبكي يا رجل. فالتفت حوله فوجد وراءه شبح ذو عينين حمراويتين، كما أن شكله مرعبا للغاية، فظل واقفا أمامه لا يدري ماذا يفعل ولا يستطيع الهروب. ومنذ هذا الوقت ظل الشبح يطارده ويراه مرة تلو الأخرى، ففكر ألا يذهب إلى المقابر مرة أخرى، ومن ساعتها لا يذهب إلى المقابر نهائيا، لا ليلا ولا نهارا. أتمنى أن تعجبكم هذه القصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.